بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أكيد عاوز أنعي شهداء الوطن، إن شاء الله ربنا يرحمهم برحمته إن شاء الله. وأكيد كان نفسي تبقى المباراة في ظروف تانية، لأن حادث الأمس أكيد يعني مأثر على الشعب المصري بشكل كبير. ومباراة الغد زي ما احنا عارفين طبعا يعني بدون أي خوض في أهمية المباراة، هي مباراة بتصل بالفريق الفائز بكرة للدور النهائي، فأكيد كلنا بنستشعر مدى أهمية المباراة. احنا بالنسبة لنا طبعا مباراة في غاية الأهمية، لأن يمكن البطولة دي غايبة عننا 4 سنوات، وفي نفس الوقت البطولة الأفريقية بالنسبة لنا هي الأهم بالنسبة للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي. فإن شاء الله بإذن الله نكون بكرة موفقين بإذن الله. اللعيبة طبعا عندها دوافع كبيرة جدا وعندها رغبة كبيرة جدا إن شاء الله في الوصول إلى الدور النهائي إن شاء الله، وإحنا طبعا كجهاز فني أكيد. لكن أنا بقول إن المباراة بكرة يعني أنا بقول هتبقى طبعا فيها إثارة، ونتيجة المباراة الأولى زي ما أنا بقول وكالعادة يمكن في كذا مؤتمر قلت إن المباراة الثانية هي بتبقى مباراة الحسم والفيصل، فبالفعل برضه هي مباراة الغد هي الحسم والفيصل. إن شاء الله نتمنى تكون لصالحنا إحنا إن شاء الله نتيجة وأداء بإذن الله. الأسئلة في سياق المباراة في الإطار الفني إن شاء الله. بكرة عايز بس أطمن عن حالة تعتبر سعيد وليد سليمان، هل هما جاهزين إن شاء الله يلعبوا سعيد قبل المباراة دي؟ اللاعب الثاني اللي عايز أطمن عليه هو هشام محمد، إحنا شفنا لغاية آخر تدريب تقريبا لسه في كتير عليه، وهل هو جاهز 100% إن كل اللعيبة جاهزة إن شاء الله. يعني فيش تفاصيل بالنسبه للاعبين، كل اللاعبين ان شاء الله يعني كل اللي جم، انت عندك اسماء طبعا الناس اللي موجوده في المعسكر معانا هنا، فكل اللاعبين اللي موجودين جاهزين، لان طبعا مش هجيب ولا لاعب مش جاهز للمباراه يعني. فكل اللاعبين اللي انت اذكرت اسمهم جاهزين للمباراه ان شاء الله باذن الله. واذا اسمعني فانا مش كنا محاصره لسيقه لبانجو طبعا فريق النجم فريق كبير، يعني فريق النجم فريق كبير، واكبر دليل كده ان هو بيصل لهذه المحطه، يعني وصوله لهذه المحطه طبعا. النجم عنده تاريخ طبعا، لكن كل مباراه وليها ظروفها. لكن انا باكد طبعا وبكن كل احترام لفريق النجم، وانا ما خصيتش حد من فرقه النجم، يعني انا لو اتكلمت عن النجم هتكلم عليه كله يعني، وبحترم فريق النجم كله وبحترم كل اللاعبين، لكن ما اتكلمتش على بنجوره لوحده، انا اتكلمت على كل اللاعبين بتوع النجم. والنجم عنده ايجابيات في فرقته وعنده سلبيات في فرقته، هو ده اللي احنا هنشتغل عليه بكره ان شاء الله باذن الله. لكن النجم فريق كبير طبعا. وليد السنوسي قناه جيمس يا كابتن حسام، في البدايه طبعا بنتمنى لكم كل التوفيق، ونتمنى ان شاء الله البطل كل التوفيق بكره في مباراه الغد. كابتن حسام البدري طبعا مدير فني كبير، عنده لعيبه نجوم كبار طبعا شاركوا في منتخب مصر، ولكن دائما بعيدا عن الناحيه الفنيه دائما بنرجع الناحيه النفسيه وتهيئه لاعبين بحجم لعيبه النادي الاهلي لهذه المباراه واهميتها، الناحيه النفسيه وتهيئه الكابتن حسام البدري للاعبين في هذا المنتخب. يعني هو في اكيد عوامل خاصه باللاعب، يعني وانت ما بتذكر بتقول ان لعيبه النادي الاهلي لعيبه كبيره، فده بيبقى طبعا تعبير عن التاريخ وعن الانجازات اللي حققتها اللعيبه دي والخبرات اللي اكتسبوها، فاكيد طبعا هم بيشعروا باهميه مباراه الغد. ويمكن الميزه والايجابيه اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي هي الشعور المتواصل والدائم في كل المباريات حتى على المستوى المحلي، يعني هي دي الميزه اللي بتميز لعيبه النادي الاهلي، احترام الفرق الاخرى، التركيز في المباراه، فما بالك في مباراه زي بتاعه الغد. طبعا اللعيبه متاهله بشكل كويس، حوالينا بكره جماهيرنا انا سعيد ان الجماهير بكره ان شاء الله، ومتوقع ان الاستاد هيتملي، يعني انا بيقولوا 50، لا انا متوقع ان الاستاد هيتملي على اخره. جماهير النادي الاهلي ان شاء الله هتبقى الوقود ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي بكره ان شاء الله باذن الله. استاذ صلاح،
صلاح عبد الناصر. اهلا بيك يا كابتن. لابد ان الهزيمه دايما تبقى كويسه، ف 2-1 للنادي الاهلي هناك افضل هزيمه للفريق خارج ملعبه. بالتاكيد بكره في سيناريو كابتن حسام بدري حاطه للمباراه، على حساب الضغط الجماهيري، على حساب استعجال اللعيبه على تعويض فرق الهدف بينا في ارض استاد كوبري العرب. بالتاكيد اتكلمت على اللعيبه على النقطتين دول، اهميه المباراه، الجماهير، تعويض الهدف، سيناريو المباراه. تخيل كابتن حسام بدري اتكلمت على كل النقط وسيناريو المباراه في دماغي، وكل النقط اللي بتقولها ممتازه. بشكرك. لكن ما تتوضحش دلوقتي يعني، لكن انت بتتكلم في نقط في منتهى الاهميه يعني. اه بشكرك. السؤال الثاني اتفضل. تاني خبره كبيره في سبع شهور، لكن خبره كبيره اكيد يعني. عاشور وفتحي لعيبه طبعا كبار، لكن عندنا البديل، وقد يكون في بعض الاحيان طبعا يعني البديل بيبقى في بعض الاحيان بيبقى افضل، لكن بيغيب عندنا بكره لعيبه كبار زي عاشور وفتحي، لكن الحمد لله عندنا البديل الحمد لله ان شاء الله. حسام الصحفيين طبعا اسئلتهم، ولكن رساله اخيره لجماهير النادي الاهلي انا يعني من ساعه مباراه مصر والكونغو طبعا، يعني انا كنت هنا في مباراه مصر والكونغو، كنت في استاد برج العرب هنا، كنت بحضر المباراه وشفت مدى طبعا اهتمامنا كلنا كمصريين الاول بمباراه منتخب مصر والتاهل، والحمد لله قد كان الحمد لله وتاهلنا. لكن بجانب اهميه مباراه الكونغو شفت جماهير النادي الاهلي اللي موجوده وجماهير مصر كلها، وهي برضو بتعيد عليا اهميه مباراه الغد وتاهل النادي الاهلي ان شاء الله، فده من مده، فانا عارف ان الجماهير متعطشه ان شاء الله باذن الله لتاهلنا بكره ان شاء الله، وانا متاكد وجودهم هيساعدنا بشكل كبير، ولاعيبه النادي الاهلي بتقدر تفرق وهيبقوا عامل ايجابي ان شاء الله، وعارف الوعي اللي عند الجماهير، فطبعا اكيد انا سعيد وتملي بقول، وكل مره بقول ان محور اهتمامنا وشغلنا وكيان النادي الاهلي كله بيعمل لاسعاد جماهير النادي الاهلي، يعني انا اتعلمت كده وتربيت على كده واشتغلت على كده، وكل شغلي في النادي الاهلي عشان نسعد جماهير النادي الاهلي، فانا سعيد بوجودهم بكره، وان شاء الله باذن الله يبقوا عامل ايجابي لينا باذن الله، ودفع ايجابيه ان شاء الله، ونحقق لهم الهدف باذن الله. ان شاء الله. حضرتك قلت في اخر مؤتمر فتحت القرار من الموجودين على راس الشهداء. اكيد يعني بكره ان شاء الله، يعني حتى في المؤتمر الخاص بالمباراه النهارده طبعا طلبنا ان احنا نلبس الشاره السوداء، وهعرف قرار طبعا الاتحاد الافريقي، واعتقد هو ما بيتاخرش، وفي نفس الوقت اكيد يعني بطلب ان احنا نقرا الفاتحه، وانا في الختام برضو بطلب منكم ان احنا نقرا الفاتحه ونختم ان شاء الله مؤتمرنا. انا بشكركم. شكرا، بشكركم.